وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الذي يثبت الصفات هو في الحقيقة متبع لمن؟ للمرسلين. والذي يعطل الصفات ويجحدها متبع لأعداء المرسلين. خذ مثالا في صفة العلو، موسى عليه السلام مما أخبر به فرعون، مما أخبر به فرعون أن الرب الذي يعبده في السماء. موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الرب الذي يعبده في السماء سبحانه وتعالى. ولهذا قال يا هامان ابن لي صرح، يا هامان ابن لي صرح، لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى قال إن ربه في السماء، فقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا، أي يعني يقول فرعون أظننا الاعتقاد أظن موسى كاذبا، أي فيما ادعاه أن الله في السماء. ولهذا رام أن يبني صرحا عاليا مسيدا رفيعا لينظر بزعمه. فإذا موسى يثبت العلو وفرعون يجحد. ولهذا قال بعض السلف من أثبت العلو فهو موسوي، ومن نفى العلو فهو فرعوني. من أثبت العلو فهو موسوي، ومن نفى العلو